وفي وقت لاحق غادر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بروناي دار السلام، وذلك بعد أن شارك نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفالات سلطنة بروناي بالذكرى 50 لتولي صاحب الجلالة الحاج السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام لمقاليد الحكم في بلاده. وكان في مقدمة مودعي سموه حفظه الله في مطار بروناي الدولي السيد عبد الرحمن إبراهيم وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم وحسن ضيافة خلال الزيارة، مجددا سموه التهنئة باحتفالات اليوبيل 50 لتولي جلالة سلطان بروناي مقاليد الحكم، متمني لجلالته موفور الصحة والسعادة ولبلده وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.